بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، أما بعد، بعجالة وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، نتحدث عن بعض من ألاعيب شيطانية لكي ينزغ بين الناس. يعني لا تجد عائلة على البسيطة، على وجه البسيطة، إلا وتراء آثار حرب قائمة من كان السبب فيها هو تلبيسات إبليس. كيف؟ يعني إذا كان الله واحد فيلبس أن يقول الله غير موجود أو له شركاء. إذا كان الوجود ذايا له حقيقة، يقول لأهله أي الشيطان، يقول هذا وهم. وقلنا سلب عقول الناس فوقعوا في استلاب كأنهم خرجوا من ذواتهم، حتى كادت الذوات لا يبقى منها شيء من الذات. يعني الخلط هذايا اللي احتذه الشيطان والارتباك هذايا انعكس على علاقاتنا اليومية. اليوم فسدت العلاقة بين الوالدين والأبناء والبنات، وفسد علاقة بين العائلات، وفسد علاقة بين الخلان وبين الإدارات وبين الصناعات وبين التجارات. يعني دائما الصراع والعياذ بالله زاد حدة، ولغصت الحياة بكل طريق. إلى أين نحن ذاهبون؟ ألم يأني الأوان أن نتراجع قليلا عن هذه العلوبة القذرة الشيطانية، ونحاسب أنفسنا عما صدر منا من غلو في رد الفعل ومن انحراف التأويلات؟ أليس الذي أصابنا من تلخيص أليس بكاف على أن يواجهنا وجهة أخرى نرجع فيها إلى الرحمن سبحانه وتعالى ونسأله الغفران، وهو دائما غفور رحيم. ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون. أنا أدعو البشرية كلها وحتى الجن إن استطعت أن أبلغ صوتي، أن لا يدعوا للشيطان بعد الآن كل سبل التأثير فيه، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم شيء من الحصن ويعطيهم شيء من التلقيح ضد ألاعيب الشيطان، فيولي عنده مناعة لا بأس بها تقييم بعض مكائد الشياطين من إنس وجان. معناها مثلا في العائلات ما فيها بأس باش الوالدين يتواضعوا وما يوريوش الجانب الفرعوني فيهم لأبنائهم، بل يوريو الجانب الملائكي إن صح هذا التعبير، حتى الأبناء والبنات يشعر فما شيء في الوالدين من تفوح رائحته وتبتغى ثمراته، ويولي الأمل يرجع في صدور وعقول النشأة الصاعد. وهكذا يولي معاش بلادي وديننا، لأنه خاصة الناس اللي يدعون الإسلام هم أول الناس اللي قاعدين يفسدوا في سمعة الإسلام، لأنه خذاو الثياب، ثياب الظأن، لكن قلوبهم زادت من توغل في طبيعة الذئاب، وهذا خطر عظيم من وقع فيه الجيل السابق وتأذى منه الجيل الحاضر. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام، ونسأله السلامة، ونسأله أن يوفق بين قلوبنا ويطهر نوايانا. ورب يقول اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. يا ناس، رأي الحروب تبدأ من
مستصغر الشرر، سواء كان حروب في العائلات أو حروب بين الأحياء أو حروب بين المناطق أو حروب بين الدول أو حروب بين الأرض والسماء وبين السماء وأعماق البحار. الحروب هذه كلها بتسبب فيها الشيطان وبتسبب فيها الظن السيء، فاحذروا عمل الشيطان، والمشغول لا يشغل. من شغل بذكر الله ما نرتاح من